هذا وكان اسمه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل معالي السيد داتو سري محمد نجيب تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الصديق لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، حيث يبدأ زيارة رسمية لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد زهير العبسي نائب محافظ محافظة المحرق وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.